الوصفة دي عبارة عن ماسك بروتين طبيعي لترميم الشعر، علاج الشعر التالف الهايش الجاف المتقصف. البروتين اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو البروتين العلاجي، البروتين اللي هو اصلا بيدخل في تكوين الشعراية واللي ناقصه في الشعر بيعمل تلف شديد في الشعر. في 5 علامات الشعر بيديهم لك، بيقول لك انا عندي نقص شديد في البروتين، انا محتاج باسك بروتين طبيعي للترميم وهو ده اللي هيحل عندك كل المشاكل اللي احنا هنقول عليها. ايه هي ال5 علامات دي؟ اول حاجه تقصف نهايات الشعر، ان يبدا عندك الشعر النهايات بتاعته تاخد الشكل اللي يظهر عندك على الشاشه، تحس ان هي متقسمه كده من تحت، او تيجي عند نهايه الشعرايه تحس ان هي بتاخد شكل مموج قوي او مجعد قوي زي الزجزاج كده في اطراف الشعر. العلامه الثانيه معانا وهي ان الشعر بيتقطم منك بسهوله، شعرها بتتكسر بسهوله، لما تيجي تسرحي شعرك تلاقي شعر بيتقطم او متكسر واقع من شعرك، يعني تلاقي فيه شعرايه بطول الشعرايه واقعه وتلاقي شويه شعر كده متقطم واقع عندك على هدومك او واقع عندك على التسريحه وانت بتسرحي شعرك. تالت علامه عندي وهي وجود شعر شكله غريب عن فتله الشعرايه بتاعتي، الشعر اللي بيقع منك تيجي تمسكيه تلاقي كده شعرايه عامله زي الزجزاج، شعرايه كده مقسومه من ناحيه معينه زي الصوره اللي هتظهر عندك على الشاشه. العلامه الرابعه هي ان الشعر بيتعقد، الشعر تبقى انت لسه مسرحاه ومربوط في مكانه كده ما جيتيش جنبه، تحسي وانت بتسرحي العقده اللي عندك دي ان الشعرايه ناشفه بتتكسر منك بسهوله. العلامه الخامسه معانا وهي ان الشعر يبقى مالوش شكل، الشعر فيه تلف شديد زي في صورتين هيظهروا عندكم على الشاشه هيوضحوا اللي انا عايز اقوله. الصوره اللي على اليمين اللي بتوضح لك ان الشعرايه نافشه او الشعر واخد فوليوم يعني كبير قوي او هايش قوي نافش قوي. الصوره الثانيه معانا هتبصي لو تلاقي لو انت شعرك مثلا في يعني شعرك مموج شويه او شعرك كيرلي او ويفي هتلاقي ان الشعرايه مش واخده الشكل المتحدد بتاعها، هتلاقي فيه شويه كده ملمومين على بعض متحددين وحواليها هتلاقي شويه شعر لافف حوالين بعضه مش عارف ياخد الشكل او الكيرل الشكل الديفايند او المتحدد بتاع الباترن بتاع شعرك. دي 5 علامات بتقولك ان انت شعرك محتاج ماسك بروتين طبيعي تعمليه. وماسك البروتين اللي احنا هنقول عليه النهارده تبقى عباره عن 3 مكونات بس، اول مكون معانا وهو جل بذر الكتان. بذر الكتان دي بتتباع عند اي عطاره وسعرها اقتصادي جدا، فكرتها ان هي فيها محتوى عالي من البروتين، فيها محتوى عالي من الاحماض الدهنيه اللي هي الاوميجا 3، محتوى عالي من فيتامين اي، محتوى عالي من فيتامين ب، وكمان فيها عنصر السيلينيوم. جل بذر الكتان زي ما قلنا بتحضر بطريقتين، اول طريقه اللي انا بحبها اللي هي على البارد. بنحضرها ازاي؟ بنجيب 3 معالق كبار من حظر الكتان، نبدا ان احنا نحط عليهم كوبايه كبيره ميه زي ما هيظهر عندكم على الشاشه، ونبدا ان احنا نسيبها في التلاجة لمده يومين كاملين عشان يطلع عندك فعلا جل، بس بتحطيها في التلاجة من تحت، تمام؟ يعني لا اما في الباب من تحت لا اما بتحطيها على اخر رف عندك في التلاجة. في صورة هتظهر عندكم هتلاقوا ان ده الجل اللي اتكون عندي بعد تقريبا 16 ساعة. تاني يوم بقى هيبقى ظهر عندكم الجل التقيل اللي احنا فعلا هنستخدمه معانا في الوصفة. الطريقة التانية اللي هي على السخن، وانا مش بفضل الطريقة اللي على السخن لان هي طبعا في عناصر كتير بتتفقد بالتسخين، خاصة ان احنا بنقعد نغليه شوية عشان يطلع الجل بتاعه، ولكن هي نفس المقدار 3 معالق كبار من بذر الكتان على كوباية كبيرة من المية وبنغليها لحد ما يطلع الجل، وبعد كده بنبدأ ان احنا نصفي الجل منه. هناخد الجل اللي طلع لنا ده ونبدأ ان احنا نضيف عليه 2 نوع من الزيوت. بصوا بقى اي زيتين من الزيوت دول، يعني انا في الوصفة اللي انا كنت يعني في الوصفات اللي انا بعملها استخدمت زيت اللوز واستخدمت زيت الجوجوبا، لكن في زيوت تانية ممكن تضاف زي زيت بذور العنب، زي زيت الافوكادو، زي زيت جنين القمح. الانواع دي كلها مناسبة ومرطبة وفيها احماض دهنية عالية وفيها فيتامين اي عالي، فكلها تبقى مناسبة جدا. نختار اي 2 نوع من الزيوت دول ونحط معلقة كبيرة من الزيت ده ومعلقة كبيرة من الزيت ده على الجل بتاع بذر الكتان. لحد ده احنا ممكن نقف عادي، ولكن انا مش بحب القوام بتاع بذر الكتان بصراحة، فبحب ان انا احط الحاجات دي على بعضها ولا اما اعملها بالهاند بلندر. زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان هي بتتحول في القوام وفي كل حاجه لماده كده لونها ابيض، بيكون قوامها افضل بكتير. ممكن تعملي الخطوه دي في الخلاط او ممكن تكتفي بالجل وعليه 2 نوع الزيت وتقلبيهم. ما انتم شايفين كده هي بيبقى لونها ابيض لما بتتعمل بالطريقه دي. طيب هنستخدم بقى الوصفه دي ازاي وهنقول التكرار اللي هنستخدمه بيه حسب نوع الشعر. بنطبقها على الشعر بالكامل وبنسيبها على الشعر ساعه كامله. اغسلي الوصفه بشامبو عادي جدا. بالنسبه بقى للتكرار لازم نكون فاهمين ان ده ماسك بروتين للشعر. للشعر اللي هو المجعد او الكيرلي بنستخدمه 2 مرات في الشهر كفايه جدا، من مره او 2 مرات في الشهر.
لكن الناس اللي هي شعرها ليس، الشعر بقى اللي هو المفروض اللي ما فيش فيه كسرة، ممكن تستخدم الوصفة دي مرة كل أسبوع عادي جدا. الكمية دي بتستخدم للمرة الواحدة مش بتخزنيها، لأن جل بذر الكتان ده بيتغير مع الوقت، بيبوظ بسرعة، فلازم انت حضرتيه خلطت عليه الزيوت تستخدميه وقتها وتغسليه، وإن شاء يعني الكمية مش كبيرة، أكيد هتبقى مناسبة لشعرك، أو ممكن تستخدميها مع حد عندك في البيت. اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل اكبر قدر من الناس ويستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله.